صفحاتك قد ما طالوا ياماتك العمر بزاف قصير عديها غير في الخير وزين لها المصير يا ابنا في بلادي مازال الخير. على سلامتكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج مازال الخير. في هذا العدد رح نطرقوا الموضوع مهم للغاية ويخص بزاف فئات من المجتمع، التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف بنات ضرهم هذا الشيء، بزاف بنات لقاو تصاورهم يدوروا في الماسنجر يديروا بهم، يعني بزاف عفايس يهدوهم. في هذا العدد مشاهدينا راح نطرقوا لهذا الموضوع وراح نشوفوا طفلة ولا جنسي كتعرض للتهديد على المباشر امام الملأ، كيف راح تكون ردة فعل الناس؟ خليكم تابعوها شوفوا معنا. في تجربتنا لنهار اليوم، فتاة محجبة باعت الهاتف ديالها لشاب. هذا الشاب بعد ما شرى هذا الهاتف وجد فيه صور هذه الفتاة بدون حجاب، وأصبح يهدد فيها على نشرها في الانترنت مقابل مبالغ مالية. عادية هاكي حابة يشوفوها الناس قاعدتك والناس قاعدتك من ناحية تصاور. تابعوا معنا. مازال الخير. صباح كي مليح أمانة ديالي أمانة ديالي، عيت لك مرة اللي فاتت وجاب لي ربي، هضرت معاك وعلى باك وش كان في راسك. 5 ملايين ديالي. كينا 5 ملايين هذي؟ يا 5 ملايين تاعي ما امنتينيش. هاي لي هادي يا هاكي حابة يشوفوها الناس قاعدتك، اعطيني دوك 5 ملايين تاعي مالخر، اعطيني دراهم سلفي عيطي سلفي ربي يسهل عليك. هادي هي دوك شوفي عندك 10 دقائق في يدك، يا تعطيني دراهمي يا تصويرتك هادي يا اش عيطي لمن حبيتي وروحي تشكي، روحي لحبيتي تشكي روحي تشكي. ما تدخش روحك يا اخو نحي نحي ذا. شوف شوف اسمح لي اسمح لي شوف ما تدخش روحك روح تريح يا بيني وبينها ربي سهل يا يروح روح تريح يا اخو روح تريح الله يسترك يروح يروح تريح يا اخو بيني وبينها انا ديمونديت لها دراهم تعطيني دراهم يدك تعطيني دراهم يدك انا عم خو لا ما كان والو يا اخو لا لا ما كاين والو حبيبي ما كاين والو يا اخو ما كاين والو يا اخو ما تامنهاش ما كان والو انا سالها 5 ملايين تعطيهم لي انا عندي تصاور ديالها اخويا العزيز انا عندي تصاورها بلا حجاب تشوفها بالحجاب انا عندي تصاور قلت لها اعطيني اسمح لي قلت لها اعطيني 5 ملايين من ناحية تصاور التليفون بعثه له التليفون بعثه له جبد لي يا اخو دوك علاش رحت لي للدار ورحت لي لافامي يا اخي يا اخي بيني وبينها يا اخو يا اخي بيني وبينها يا اخو انا دومونديت لها 5 ملايين بيني وبينها الله يسترك يا اخو راك جاي تشري ولا روح تريح ولا تدبر راسك يا الله يسترك يا يا راي بيني وبينها يا اخو يا راي بيني وبينها يا اخو علاش تدخل في روحك تعرفها انت هادي بصح تعرفها انت هادي ما تعرفهاش اي خلاص يا ودي ربي سهل عليك انا اعطيني 5 ملايين ديالي وخليني نروح هنايا الله يسترك هنا معليش يريح يريح وهضر معايا ربي يعاونك نهضر مع خويا ما فينا مشكل قاعد هنا قاعد هنا ما وجيناك انت جيناك العياض يا خويا يهضر معايا هنا يا خويا علاش تديني لي التليفون بعثه له راح تدي تصاور يا ربي سهل عليها انا عندي شحال من الدومون ديت منها دراهم هاي كل يوم تقول لي غدوه 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 انا نسحق دراهمي اليوم انا ما تعطينيش دراهمي شوفي شوفي انا ما تعطينيش دراهمي انا نحي يدك يا اخي نهضر معاك اهدر بالعقل صاحبي يا اخو روح تريح روح تريح انا ما تعطينيش 5 ملايين دوك عندك 10 دقائق في يدك دوك نحط صويره من الاخر ريحت انت راجل انا راجل بيان سير اخو نبارطاجيهم انا نسحق دراهمي دوك تصاورتو في بندل دوك تصاورتو في بندل سامري تريك ليها اسمح لي خير شوف اسمع خليني نفهمك يخليني نفهمك حاجه يخليني نفهمك حاجه خير يا اخو خير الله يسترك خير يخليني نفهمك يا اخو يا اخو دي سبورت تعطيني 5 ملايين ديالي ونروح نحطها ويشوفوك الغاشي كاع انت دايره حجاب ياك اعطيني دراهمي طق تصورها راه هنايا تعطيني دراهمي ولا بارطاجي تصورها يا خو هذا شنو نعرف تما تسمي روحك راجل هكايا تما تسمي روحك راجل هكايا
خير وليات. مش من حقار يا اخو عباك هاك تزايد معايا في الهضره يا اخو، مانيش حقار. شنو هذا؟ اوكي اوكي، شدي دراهمك انا نسحق 5 ملايين، شدي دراهمك يا وش شدي دراهمك نسحق 5 ملايين، نحسبهم حساب وسيبريمي تصاورك والله يسهل. تصاورهم بالتليفون. يا شوف 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 خويا العزيز، انا ما حكش كثر الهضره، انا حنهضر معاك ديرك. انا اعطيني 5 ملايين ديالي ولا دوك بارطاجي تصاورك، ما دات ما جابت، هذا شنو نعرف؟ جبتيني لهنا دورتي بيا الغاشي، اعطيني 5 ملايين خليني نروح. يا اعطيني 5 ملايين ديالي خليني نروح. التليفون هذا اللي قلتي ولا تصاور سوبريمي تصاور تعطيني 5 ملايين سوبريمي تصاور، هذا واش نعرف؟ معليش صح يا اخو نحي يدك، صح صح نحي يدك، نحي يدك يا اخو، يعطيني تليفون، يعطيني تليفون يا اخو، اعطيني تليفون يا اخو، اعطيني تليفون يا اخو، علاه حتى نولف عبد سعد اخرى يا اخو، اعطيني تليفون، اعطيني تليفون، ما عطيكش تليفون، شنو هذا؟ ما تعطيلوش دراهم، نحي يدك يا اخو، ما تعطيلكش دراهم. انت عندك شغل ولا كش حاجه ولا روح قضيها يا اخو، الشغل هذا بيني وبينك يا اخو، اعطيني تليفون. معليش معليش صح، نهضروا بالعقليه صح صح، شوف شوف ما نعطيهوش صح، اسمح لي اسمح لي اسمح لي، نهضروا بالعقليه يا اخو، ما نهدرش انا صاحبي تامر نهضروا. وفي هذه اللحظه اكيد نهضروا، كان لازم نهضروا، نهضروا بالعقليه يا اخو، يا اخو اعطيني الكاميرا يا اخو، اصبر اصبر اصبر، تليفوني راح يطيح. كاينه حاجه واش هي دينار غير هذا اللي دخل روحو 51 عبد اولي اللي كان حقار، انا حاجه حقار يا عم زعل والله ما العب بيا تاع حاجه. واش تقول شاف الجزائر لو يشوف فيك؟ حضره ماشي مليحه، يا اسكن نساء ولا رجال ولا واحد محظور دائما تقف معاه. كلهم صعب طوركم وصحابكم. صعب طوركم وصحابكم. بارك الله فيك. هذيك الصحة. ماتت العمر بزاف قصير، عديها غير في الخير وزين لها المصير يا ابنها. في بلاد